كل إنسان مسيحي يعتقد بذاته أنه أصبح شيء صفر عشمال. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. يحكى أن حصانا شرد ووقع في حفرة معدة للردم، يعني أنه قد سقط في الحفرة، وفي سقوطه تجرح، ولكنه نهض قائما على رجليه متنفسا الصعداء. وإذا بالحفارين قد أتوا في اليوم التالي وبدأوا بردم الحفرة غير آبهين بما هو تحت، مش فرقاني معهم شو في تحت. وفي كل لحظة كان يردم التراب كان هذا الحصان يصهل ويرمي التراب تحت أقدامه مرة تلو الأخرى. في كل لحظة كان عم ينردم عليه كان يتوجع، ولكن كان ينهض مجددا وينفض ويصير التراب تحت إجريه. وبعد ساعات قليلة بدأت الحفرة تردم بالكلية، وذاك الحصان ينتفض إلى أن وصل إلى مكان استطاع لأن التراب تحت أقدامه أن يقفز من الحفرة ويخرج سالما. أقول هذه القصة اليوم وأنا في خاطري ذاك العشار الذي وقف أمام الرب في هيكله يقرع صدره على كل خطيئة وينتفض عليها ويقول له رباه ارحمني أنا الخاطئ، علما أن فريسي كان ينظر إلى هذا ولا يأبه به، ولكنه يتهكم عليه ويضحك في قلبه قائلا أنني لست مثل هذا العشار، أنا فريسي، أنا ابن فريسي، أنا أعرف الكتاب، أنا أصوم، أنا أعشر، أنا أدفع ما علي، أنا من جوا، أنا قريب جدا. وهذا يؤنبني ويؤنب ضمائرنا، نحن الأقرباء من الحضور، نحن الأقرباء من هيكل الرب، وهذا يدفعني إلى أن أقول لنفسي يا نفسي حبذا لو تتخذ رتبة العشار ذاك الذي اعتقد بذاته وكأنه بعيد تائبا متضرعا لجوجا في رحمة الله، لجوجا في طلب رحمة الله. وفي كل مرة كان يخطئ هذا العشار كان ينتفض مثل الحصان ويحط تحت إجري الخطيئة وينظر إلى الأمام ويقول رباه ارحمني أنا الخاطئ، مستقرا في طلبه، عم بزن على الله ارحمني 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 ارحمني. فرتبة العشار هذه هي التي تزكت أمام الله، إذ قال الله
كما سمعتم في كتابه أن هذا ذهب إلى بيته مبرراً دون ذاك. لا تثقوا بأنفسكم بأنكم أنتم أخصاء الله، لا تعتقدوا بذواتكم أنكم أنتم مقربون إليه فحاطينه بجيبتكم. كل إنسان مسيحي يعتقد بذاته أنه أصبح شيء، صفر عشمل، هو لا شيء. الإنسان المسيحي هو الذي يعتقد بذاته أنه ليس بشيء، وأنه غير مستحق لا للسماء ولا للأرض، وأن خطاياه تؤنبه ليلا ونهارا، وأنه خاطئ بالفكر والقول والفعل، وأنه غير مستحق حتى للنظر إلى الإله ولا الدنو إليه ولا الاقتراب منه. هذا ينفض غباره بتواضعه ويضع الخطيئة تحت أقدامه، فسيأتي يوم ويقفز فيه من قبره من جحيم حياته إلى ضياء ملكوت السماوات. هذه هي المسيحية، وهذا ما نتعلمه نحن. كل واحد بيقول لكم لا لا انتوا ابضيت ومنيح، تذكروا أنه يعيق دربكم لا يقدمكم إلى الملكوت. اذهبوا حاملين في أنفسكم ختم العشار والوسم بأننا نحن نطلب رحمتك يا الله وليس شيء آخر. آمين.